نبدأ أولى فقرات برنامجنا النهاردة مع دراما، وطبعاً معظمنا مع أول يوم رمضان بيبقى عندنا شغف نعرف إيه المسلسلات اللي هتتعرض والأبطال اللي بنحب نتابعهم كل سنة، ونظبط مواعيد العرض على مدار اليوم. جريدة الوطن كانت هي كمان عندها نفس الاهتمام وحريصة على متابعة خريطة الدراما في شهر رمضان، لكن بشكل مهني قرروا ينظموا ندوة عن الدراما المصرية ويقدموا من خلالها بانوراما عامة لتاريخ الدراما في 60 سنة، باعتبارها واحدة من أهم طبعاً أدوات القوى نعمة لمصر والوطن العربي كله. استعرضوا خلالها تاريخ الدراما وأبرز الأعمال اللي تقدمت وسابت طبعا علامة في أرشيف الدراما وكمان في ذاكرة ووجدان الناس اللي بيتفرجوا عليها لحد دلوقتي، فكلنا بنتفرج على المسلسلات القديمة لحد دلوقتي. ندوة الوطن كانت برئاسة رئيس تحرير الجريدة الكاتب الصحفي الأستاذ مصطفى عمار، وبحضور الناقد الفني عصام زكريا والناقد الفني مصطفى كيلاني، وشهدت حكايات عن أساطير الدراما في مصر وأبرز المؤلفين والمخرجين اللي ارتبطوا بشهر رمضان، مسلسلات ليالي الحلمية ورأفة الهجان وغيرها من المسلسلات. وكان في حديث فني موازي عن خريطة الدراما خلال رمضان 2024 وتنوع اللي بتقدمه الشركة المتحدة من خلال أعمالها السنة دي وحرصها الحقيقة على تقديم محتوى جيد وراقي ومتنوع، حفاظا على ريادة مصر للدراما اللي كانت وما زالت محل إقبال من كل الشعب المصري والعربي. نروح نشوف جزء من الندوة ونرجع نكمل مع حضراتكم. النهاردة احنا هنحتفل بأكتر من 60 سنة على الدراما المصرية العظيمة، الدراما المصرية اللي سكنت عقول وقلوب كل المشاهدين سواء مصريين أو عرب. 60 سنة أو تحديدا 64 سنة تقريبا على الدراما المصرية منذ بدايتها في ستينات القرن الماضي بتلفزيون المصري أو العربي، والنهاردة احنا 2024 وساعات قليلة ويبدأ الماراثون الدرامي الرمضاني اللي الشركة المتحدة هي صاحبة الباع الأكبر فيه بأكثر من 22 مسلسل. وكان ضروري صالون الوطن يعني يحتفي بهذه المناسبة بوجود واحد من أهم يعني الكتاب الصحفيين والنقاد الفنيين، الكاتب الكبير الأستاذ عصام زكريا، أستاذي يعني واللي اتعلمت على إيده المهنة وتعلمت منه أخلاقيات المهنة وحبي للصحافة وحبي للصحافة الفنية تحديدا، وكمان صديقي يعني وابن جيلي الكاتب الصحفي والناقد الفني الأستاذ مصطفى الكيلاني، علشان نطرح سؤال مهم: كيف استطاعت الدراما المصرية إن هي تنجح في جذو العقول وتبقى يعني أحد أهم مصادر القوى الفن الناعمة أو القوى الناعمة لمصر من المحيط للخليج؟ برحب بيك يا أستاذ عصام، وبرحب بيك يا أستاذ مصطفى، ونورنا في صالون الوطن. يعني تاريخ الدراما المصرية وتاريخ عريق جدا وأقدم دراما في الوطن العربي، وهي امتداد كان للسينما والمسرح والأدب. صحيح. يعني ما نقدرش ان احنا ننزع الدراما عن صحيح. سياق النهضة وسياق الثقافة والفنون اللي كان موجود في مصر يعني طول القرن العشرين. طول الوقت تأثير السينما والفنون والأداب عموما تأثير طاغي على محيطك الإقليمي وجزء من قوتك في الوطن العربي هي ثقافتك وفنك. لما تكون المكان الرئيسي لنجومية أي فنان أيا كان من الوطن العربي كله من مصر. طيب. لما يبقى فيه فنانين بيلاموا في بلادهم ان هم ما راحوش لمصر علشان تبقى شهرتهم على مستوى أكبر، ده نجاح كبير لينا.